السلام عليكم، بداية نصلوا على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، غادي يعجبكم الشخصية ديال هذا الفيديو اللي هي قجقلو، الشوافة قجقلو. عندها واحد الراجل اللي سحر عليه وكتلعبوا على صوار صغير. إن شاء الله غادي يعجبكم الفيديو، بداية الفيديو اللي ما عجبكمش راه يلاه البداية، إن شاء الله غادي تعجبكم شخصية. بعدها تكون في كاع الفيديوهات الشوافة قجقلو، الموضوع ديال الفيديو من غتفرجوا تعرفوا المواضيع ديال الفيديو. غتكون الشوافة مثلا في شعبان ما شاء الله، وإن شاء الله غادي نديروا فيه يعني فيديوهات ديال العيال يجي يسحروا رجالاتهم شي حاجه بحال هكايا وفرجه ممتعه. يا واحد السلام عليكم، هل اليوتيوب وهل الفيسبوك وهل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. نبدا معكم الفيديو اللي مشرشم ومكركم، ولكن بلاتي انتم مع كبوره باش نقص صيفط ليا ما تصدعنيش. شوفي يا كبوره، سمعتك مشرشمت الحاله، لا تبقاش تصدعيني. قلتها لك، قلت لك هاد الوقيته راني كنكون كندير في فيديو، دابا راه غندوي مع الناس، غادي نقول لهم شنو واقع مع ناعمه وفي وصلت انا وياها في المحاكم. لا تصدعنيش، راني حنبك ونخرجك من التليفون، نخرج لك قبله من راسك والزخبه الزخبه مزخبه الحاله، ما تشوفك لا موجعه ولا شاده بحبل. يلا حيدي عليا، انتو على بركه الله. يبغى يعرف التفاصيل غيدخل التيك توك غيلقى الفيديو الاول كيفاش، ولكن غنعاود في التفاصيل. ما علينا بينا، شو حد بنا في وقفه وقلت لك ان شاء الله تلاقي مع شي برصيصه ولا تلاقي ان شاء الله مع شي حاجه اللي تصرف. خرجي حيدي عليا، هيا مشي هيك كانت غتوقف لي كل شيء. ما علينا، جات عندي نعيمه، انا غنقول لكم التفاصيل من الاول حيت راه في التيك توك راه قالت لي التفاصيل. انا كمالا هي اللي غادي نقول دابا. انا ونعيمه جات عندي طلبت من عندي الوصفه كيفاش كانت كيزيدي شعرك بغيتها لحمه ان شاء الله في الركاب وفي العينين، بغيتها ان شاء الله يدوز عليها شي رموك اللي ما يلقاو فيها شي حاجه اللي في التجمع. عينها خايبه الله يتبعها بالعين، هاكا تنوض الزرزور فوق، كطيح الزرزور فوق السور. شوف قلباتني، صافي انا قلباتني، كطيح الزرزور فوق السور كتخرج الميت من قبره. ما علينا، جات عندي قالت لي عطيني الوصفه، عطيتها الوصفه ومشات دارتها، صدق طاح ليها شعرها، داعياني في المحاكم، وصلنا للمحاكم، دابا تعرفوا دابا روري، تعرفوا انتوما شنو هي الوصفه. الوصفه شنو هي؟ راني قلتها ليها، راه غير بول الكلاب وبالريم الحمير وبول العودة. راني قلتها في الفيديو اللي قبل، ولكن هذا الفيديو راه ما كاينش، راه غتلقاو في التيك توك، ولكن انا قلت لكم التفاصيل، شي واحد اللي باقي ما عارفش التفاصيل. ما علينا، مشينا للمحكمة، وقفنا قدام القاضي. اشنو انا درت القاضي؟ مشيت مقادة، ويلي ويلي بريك، واحد اللبسة لابسها كضرب على الشعر، شعري مصوبه، هذا راه ماشي شعري كي كان شحال هادي، حيت عينها خايبة بغيتها إن شاء الله توقف عليها موكا في الليل، بغيتها إن شاء الله ما يلقاوها. يا ربي يا ربي، إلا كانت عيطة عيطة، إلا كنتو كتسمعوني يا هالجواد، أنا بغيتكم توقفوا عليها إن شاء الله ما تلقى فيها لا رجل لا راس. ما علينا، وقفت قدام القاضي، القاضي جالس كاع تنبكي، اسمع لي يا سي القاضي، راني ما درت فيها والو، أنا درت فيها غير خير، عطيتها واحد الوصفة فين ترطب شعرها. درت القاضي، ها؟ القاضي فين هو؟ القاضي داب، عقله خرج، حال فمو، الريو كيهاودو، ويلي عجبتهم، عجبتو كالك، أحكم عليها، حكم عليها هي غتعطيني غرامة على ديك السبة اللي سباتني. رجعنا بحالاتنا، مشات كتغوت في الدوار، آه يا دوار راها سحر الرجالة، آه يا دوار راها سحرات القاضي، ما تجدات تحكم عليا أنا وما حكمش عليها هي، سيروا إن شاء الله أنا بغيت يحكموا عليك يا ربي، إلا كانت عيطة عيطة في الآخرة وفي الدنيا، أنا بغيت إن شاء الله يحكموا عليك مؤبد، بغيتك إن شاء الله يا ربي يا ربي يقلبوا عليك ما يلقاوك، يلقاو رجلك في ولاد سحميدة، وراسك في الدكالة، وصباعك ما غيلقاوهمش، حيت انا راه غنقطعهم غادي شويه وغادي ناكلهم. ما علينا، نكملوا في الشعر. جيت جاو عندي عيال الدوار، وخرجتي من الدوار، وخرجتي انت وراجلك، راجلي مسكين كاع ما كيتقعد من بلاصتو، راجلي مسكين ما كيحركش البيضه من بلاصتها، راجلي ما نكذبوش، كذب على الله حرام. انا ساحر عليه مقلاه ودي الحماره، مبخر عليه بفرقش البغل، حيت هو ولا كيلبغل كيسمع ليا كيديها فيا، ماشي بحال الاول، الاول ما كانش كيديها فيا كاع، ولكن زيانيت في عيني. ما علينا، غادي نكملو. جاو عندي عيال الدوار، اشنو قال ليك؟ خرجي لنا من الدوار الا لا غتعطيك حينا الرجاله، علي الرجاله طيح كثر من نايض، خرجي لينا غادي نتعوك، او غادي نفعلو ليك، او غادي نتركو ليك. حيد حوايجي، سلت حوايجي، حيد الملابس فوقانية وتحتانية، وجلس نتركل. واه يا ناري جاو حكموا عليا، واه يا ناري جاو هجموا عليا، وناري بغا يحكموا عليا بالخروج، واه يا ناري واه يا ناري. اشنو وقع؟
جاو صحاباتي من الدوار الفوقاني، حيت انا عندي صحابات في الدوار الفوقاني، جاو ايوا شحال نقول لكم، طيح اكثر مني. انا بعد اللي باقا نعقل حجره وحده درت بها جدر الودن ناعمه واسعاد وطاهره وعبوش، هادو بعد عطيتهم جدرت الودن حتى ما خطهم حدايا، هادو ما بقاوش ناضو. اللي الغد لي خرجت زعما نتشمش ها نفعل ها ندير ها، لقيت دوار خوا فينا هما، قال لك من يوم بغيت خويا انا خوا هما، يا هادشي علاش باش انا ما نديش ليهم الراجل. بغيتكم ان شاء الله يا ربي يا ربي تجيني اخباركم راه طلقوكم، بغيتكم يا ربي يا ربي تجيني اخباركم راه جراو عليكم. علاش انا ما زيناش اوي ما تشوف فيا لا موجعه ولا شاده بالحقيقه، حيت افعالي راهم باينين، ولكن شعري خلاهم طيح اكثر من نايض. واش فيها شي عيب؟ انا بغيت نطلق شعري، باغي نتحير انايا، اه انا باغي نتحير، اشنو فيها؟ ما سوقكمش فيا، تحت ما سوقو. انا واحد الجاره اللي دايرها حبيبتي وصحيبتي، واحد مسندرت الوجه، واحد صباط جدي اللي مدوز الاستعمار مشرق من اللور من القدام ومن الفوق ومن التحت ما بقى فيه ما يتلبس، واحد كحلت الكماره، واحد طيحه في بير، واحد نازل عليها بوها بعت لها الجدار تلو تلقى خسر لها كمارتها دايره فيها صاحبته تجي قاعده للدار. وحبيبتي راه العيره الدكار راه كيقولوا ولاش هتعي انا غا نضيج بحوايجك وخرجي لي من هنا. شوف يا شوف هذيك مسندره الحال، شوف هذاك بيبط، اشوف يا ديك موكا، راكي ما كتفهمينيش، راكي ما كتعرفينيش، راه غادا نخرج معاك العيب، راه غادا نوريك وجه اخر، راه غادا نفعل لك، غادا نترك لك شويه يد، ناضت قعدت مشيت. وانت دابا شكون بقى ليهم؟ جاو عندي انا عيطت على صحاباتي انت شناهم، جات عندي شارتي عطيتها علاش كدور، جاو حطوا لي الباطل سلخت حوايجي وقعدت نتركل في الدوار، قعدت نخوض. اشنو الحل اللي بقى ليهم؟ غيجيو عند الراجل، باش شنو غيقولوا الراجل؟ غيقولوا ليه راه مرتك راه طيحت رجال تاع الدوار، راه ما فاعلين ليه، راه ما تاركين ليه، ولكن الراجل راني مكلان، راني مبخر عليه، راني دايره ليه وفاعله ليه ومتركه ليه، واخرتها باقا نتفكر بزغبة العودة، هي اللي درتها لي في الماكلة، زغبة العودة. مني جاو عندهم قالوها ليه؟ اشنو قال ليهم؟ خرجوا ليا من داري، مرتي هاديك عاجباني طيح رجالها ولا طيح اللي بغاه، مرتي هاديك هي عاجباني بشعوراتها، ايوا زمو وطمو وقرقمو. ما علينا، في البدايه اللي كان خصني نذكر واقيلا سميتي، دابا غادي نقول لكم سميتي، سميتي هي قشقلو. قصه كانت بدايه ديال هاد الفيديو، حيت هاد قشقلو هي شخصيه جديده، يعني كل مره فاش غتكون انا هي اللي انا هي في العروبية مطيحة الزرزور من فوق السور، أنا هي اللي ما قدات عليا لا مرا ولا حادكة، اللي مزغلطة عليهم هاد تجي تدق عليا الباب الدار، نوليها خلا دار بوها، نوريها الشمس العشية من كتغرب، وشمس الصبح من كطلع. قشقلو هي شخصية جديدة، كاينة حليمة، كاينة الحاجة، كاين سلمعطي، كاينين عدد بزاف، ولكن أنا شخصية جديدة دخلت هنايا، بغيت نتوش في التعاليق يقولوا لي الموضوع اللي بغيتوني ندوي عليه، أو شي وحدة بغيتوني ننتشها، أو شي وحدة فيكم ولا شي واحد فيكم بغا يدوي معايا ولا بغا يخرج شي كلمة من فمو ليا، نوريه الشمس من كتغرب. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم المواضيع. هادشي اللي كاين، وهاتو شعري هاتو كتشوفو فيه، هذا الشعر اللي طيح الميت وخرج الميت وطيح الزرزر ما فوق الصور قلبتني، حق الليل الحق لك قلبتني. بعد ما علينا يقدر الفيديو يكون كان فيه شتاء البرودة، ولكن راني ما بقيتش معصبة، ما بقاتش فيك العصبية، ما بقيتش بزاف، خاص شي واحد يعصبني، لا عصبني عندي نقول لكم الكلام اللي عمركم شتوه، لا عصبني شي واحد غادي نقول خرج شي كلام شي معيور اللي غد مش عارف نقول خلوني على ساكتة، غدير شي حاجة في حوايجكم بالضحك. بعدا ان شاء الله يكون عجبكم الشخصية الجديدة اللي غادي تدخل في هاد الشخصية الايكون، مرة غادي نبان ماشي بزاف، ما تولفوش عليا، بعدا كنتسنى في التعاليق ترحبوا بيا، كنتسنى في التعاليق شي واحد يتحل ليه فمو ويبغي يعايرني. إلى اللقاء ومع السلامة وصلوا على النبي. لأول مرة غيشوفني راه عارف شنو خصو يدير، لايك اشتراك في القناة، باي باي.